تحالف عازم من جانبه أيد ما قاله الكاظمي بشأن عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أمريكية، بل إلى مستشارين عسكريين يقدمون الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخبارية للجيش العراقي. إحنا حقيقة لا نحتاج قوات قتالية على الأرض، فقط ما نحتاجه هو الدعم التدريبي والاستشاري، لأن أغلبية الأسلحة هي أسلحة غربية، هاي تحتاج لها صيانة معينة، تحتاج لها الشركات المصنعة أن تكون فرقها موجودة، وهو هذا المطلب الواضح والصريح في هذا الموضوع. إحنا ما نحتاج قوات قتالية لأنه لدينا ما يكفي، لكن تقول لي دعم جوي، ربما نحتاج دعما جويا، لأن بصراحة الدعم الجوي يكون باهظ الثمن، فلذلك نحتاج الدعم الجوي، نحتاج استطلاع جوي، نحتاج مدربين ومستشارين على الأرض.